أعلن المدير التنفيذي لشركة بايكار سيلجوك بايراكتار إتمام المقاتلة الأثقل كينجيتيها اختبارا جديدا بعد اجتيازها للصواعق في الجو بنجاح. وشارك بايراكتار مقطعا مصورا أثناء هبوط كينجي بسلام وسط الصواعق الجوية. أعلنت وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية بيدادكي عن لائحة جديدة بخصوص قروض شراء السيارات. وقالت وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية في بيان أنه تم رفع حد الائتمان المصرفي من 120 ألفا إلى 400 ألف ليرة تركية، وأضاف أنه بموجب اللائحة الجديدة تم رفع معدل قروض السيارات التي يتراوح سعرها بين 400 و 800 ألف ليرة ل 50% مع عدد أقساط يصل إلى 36 شهرا. لحجز هذه المساحة الإعلانية للتواصل والاستفسار 0555 110 85. سجلت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعا قياسيا بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية في أوروبا. وقالت وسائل إعلام إن العقود الآجلة للغاز ارتفعت بنسبة 13.7% لتصعد فوق مستوى 1000 دولار لكل 1000 متر مكعب في أوروبا. خسرت الليرة التركية حوالي 1.5% مقابل الدولار الأمريكي أثناء تعاملات الأمس لتصل لأضعف مستوى لها هذا العام، فيما عادت اليوم عند مستواها السابق.